30 اهلا بكل مشاهدي اليوم السابع. النهارده يوم جديد ولايف جديد من معارض اهل رمضان. زي ما شايفين حضراتكم انواع مختلفه من السلع الغذائيه المخفضه بمعارض اهل رمضان. زي يعني ملمح بسيط ترصده عدسه اليوم السابع. يا ميش رمضان طبعا هو الاهم يعني او الاساس بالنسبه للسلع الرمضانيه. انواع مختلفه من التمور زي ما انتم شايفين حضراتكم باسعار مخفضه للغايه. خلصنا. يعني اتعرف برضو على حضرتك. حسام حلمي. اهلا وسهلا. المعرض بقى بالنسبه للتمور، مدى الاقبال على التمور يعني؟ التمور صلاه النبي احنا خلصنا برمضان نيجي علينا. اسعار جمله الجمله كمان، اسعار جمله الجمله. ايه السلع او انواع التمر اللي هي ممكن فيها اقبال يعني؟ والله طيبين عامله عروضات زي ديت، واخد بالك كانت بتتباع بره ب 35، بلح سوي بيتباع بكام دلوقتي؟ 25، في عندي ال 30. ابو ال 35 بينباع ب 30، ابو ال 40 بينباع ب 30 برضك هنا، كل ده معمول على ارض ب 35 جنيه. طيب يعني ب 35 ده يعني ارخص من بره، ارخص من الاسواق قد ايه؟ 15 و20 جنيه حضرتك. 15. طيب في ناس بتسال، طب ما ممكن يكون يعني ممكن، معلش البث توك، ممكن يكون الجوده اقل. لا انت ذوق الاول قبل ما تدفع فلوس. انا بتكلم يعني انت يعني جوده وسعر كمان. جوده وسعر كل حاجه حلوه، انت ذوق البلحه وشوف طعمها وانت هتكرر، الزبون هو اللي بياكل وبيدوق وبيدفع. طيب دلوقتي الاسعار دي هتستمر لاخر رمضان؟ ما شاء الله خلصت. ايوه هتستمر اخر رمضان اكيد يعني. يعني هو ولا هي في الفتره الاولى بقى؟ ان شاء الله باذن الله. احنا لسه ما جيناش رمضان، كل سنه طيب يعني. طيب ماشي. كل سنه السعر، فعشان كده الناس بحاله جت لنا الحمد لله يعني. طيب يا ريت كل الناس بقى تخفض بالطريقه دي يعني. الله باذن الله، واحنا طبرنا في المعرض الطيبين. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه طيب يا غالي، سنه طيب. ايضا سلع اخرى. السلام عليكم، اخبارك ايه؟ النهارده السلع اللي زي المكرونه وزي الدقيق اقل من السوق قد ايه؟ الاسعار دي هتستمر لاخر رمضان؟ ايه الحاجات اللي وريني كده، ايه المنتجات المخفضه عندك؟ تمام. تسعه ده كيلو. سبعه وعشرين ونص. الاسعار دي اقل من السوق بقد ايه؟ يعني كام في الميه؟ 20% مثلا؟ الاسعار دي هتستمر لاخر رمضان؟ كل سنه وحضرتك طيب، سنه طيب. زي ما انتم شايفين حضراتكم اقبال على معارض اهل رمضان بالبحيره. هناك يعني سلع مختلفه زي ما انتم شايفين. كل سنه وانتم طيبين. طبعا الخضروات والفاكهه من السلع الرئيسيه بالنسبه لمعرض اهل رمضان. هناك طبعا تخفيض كبير. السلام عليكم. تخفيض كبير. اهلا بيك. النهارده